بص مسلوق، طماطم، فلفل اخضر او الوان يعني اللي عندك الموجود مقطع صغير بالشكل ده، بابريكا، ثوم، شويه زيت، وعندي هنا لحمه معصجه. يعني ايه لحمه معصجه؟ كده يقول لك يعني ايه لحمه معصجه؟ لحمه معصجه يعني طبعا احنا في مصر عارفينها كلنا، انما في البلاد التانيه مش عارفين يعني ايه لحمه معصجه. معصجه يعني مستويه بالبصل، انا مسويه لحمه بالبصل عادي خالص اهي، يعني دي مشوحه بصلايه حط عليها اللحمه ومبهرها، هي دي اللحمه المعصجه تمام كده، بس لحمه مفرومه مستويه بالبصل. عندي هنا بعد كده في هاخد بقسماط مع ثوم مع شويه زيت مع ملح وفلفل حطه على الوش. حطيت ولعت دول وحطيت دول هنا، حاجه غريبه والله. يلا الحمد لله. هناخد كده بقى الاول شويه زيت، شويه زيت او سمنه او زبده، هنا زي ما انت عايزه، سمنه او زيت او زبده. ناخد حوالي ربع كوبايه كده. هاخد هنا الثوم المفروم ادق لي 5 6 فصوص من الثوم كده، هي البص بتحب الثوم جدا، وعليها شويه ملح واشوحها شويه في الزيت، مش هحمرها انما هشوحها تسخن بس كده. هكون هنا وانا شغاله هشتغل في حاجات تانية، ان انا هدهن الصينيه بالزيت، حط هنا شويه زيت او زبده او سمنه برضو، يا ده يا ده يا ده، وسن التوم برضو هنا مش كبيره قوي، يعني فصين توم مثلا، فصين توم من الكبير الحلو ده. بصوا كده انا حطيت الايه التوم اتشوح شويه اهو، اشم ريحته، ده التوم المعلقه الكبيره دي ماشي، انا لسه حاطه الناحيه التانيه توم بمعلقه صغننه، هقول لك هعمل بيها ايه. وهنا كده، وهنا الباص دي فيها بيض كمان خلي بالك، واروح حاطه كده ايه الفلفل الرومي، نعم، والطماطم. قولي هاخدت كده التوم واروح حاطه ايه بقسماط ناعم قد كده كوبايتين كده، والفه مع التوم والملح والفلفل. بصوا كده انا عملت ايه، زيت او سمنه او زبده معاها توم، خليتها اتحمرت شويه كده فيها، نزلت عليها بقسماط ناعم حوالي كوبايتين وملح وفلفل، دي الطعم للبقسماط تمام كده. وانا هنا حاطه ايه التوم والفلفل والطماطم، ابهرها، احط لها معلقه كبيره من البابريكا، حدي لون البطاطس، كمون، فلفل، ملح، ملح لكل البطاطس بقى. ايه نخلط بقى البطاطس، بص الطعم اللي هتاخده البطاطس المسلوقه مع كل اللي احنا عملناه ده، التوم بنحمره شويه، مش بيتحمر بس هو بياخد بيطلع ريحه كده منه بعد ما نحطه في زيت او السمنه او الزبده زي ما انت عايزه موجود عندك. هاخد هنا كده الايه ده البقسماط اللي انا عملته مع توم، احط منه شويه في الارضيه، عملته مع توم وملح وفلفل، رشه كده في الارضيه، ماشي. هاخد 2 بيضة على الكيلو، 2 بيضة حلو قوي. حاضر حاضر، خلاص انا خلصت 2 بيضة. اروح واخدة بقى اقلب كل البيض هنا تمام، حط بقى البطاطس كده نصها على البقسماط اللي انا حطاهم متبلاه على النار، واروح حاطه اللحمه المفرومه مع الصاجه يعني مستويه مع البصل،
وراح احط الطبقه الثانيه من البطاطس. البطاطس دي مسلوقه ومهروسه او مبشوره، يعني ممكن زي ما انت عايزه تعمليها تعمليها. تمام ممكن كده كفايه، ودي اعمل بيها اي حاجه تانية، ممكن تتاكل كده زي ما هي. واروح واخد البقسماط اللي فاضل واحطه على الوش وادخلها الفرن، تديكي بقى قرمشه كده من فوق وخلاص على كده.